محافظه اسوان دي من المحافظات اللي انا احبها بقى، اظن انتوا عارفين الحكايه دي يعني. محافظه اسوان ناويه باذن الله سبحانه وتعالى، قول يا رب، انها تتعاون مع هيئه تنميه الصعيد في ايه؟ في اقامه منطقه لوجستيه عالميه على 550 فدان، الفدان 4200 متر مربع عشان تقدر تتصور حجم المنطقه. منطقة لوجستية في أسوان عشان نعمل بيها إيه يا يوسف؟ أقول لك، عشان هيتم استخدامها في إقامة مشروعات التنمية العمرانية المتكاملة. مشروعات بقى كبيرة ليها أنشطة مختلفة. نشاط بالتأكيد، بما إن إحنا بنتكلم على منطقة لوجستية يبقى أنشطة متعلقة بالتجارة وبالنقل الدولي. هيتم فيها بقى هنا إيه؟ ودي بقى الحلاوة والجمال. مراعاة الطابع، الهوية يا جماعة. الهوية البصرية، يعني الطابع الأسواني والطراز الأسواني بتاعنا، مش بس بتاع الجنوب، لا بتاع أسوان بالتحديد. حاجة عظيمة جدا، فتبقى واحدة من العواصم الاقتصادية بتاعتنا في إبلي، في الصعيد بتاعنا. يبقى عندنا نواة حقيقية لمشروع لوجستي متكامل، وليس فقط في الصعيد وإنما في مصر، بل وأزيد عليكم وفي قارة إفريقيا. احنا ما بنهزرش. خلونا ناخد معانا على التليفون سيادة اللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد. أهلا 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 يا فندم. ألو سيادة اللواء شريف. ألو. ألو. أهلا. أيوة. أهلا اهلا استاذ يوسف. ازاي الصحة؟ لحضرتك. تحياتنا لحضرتك يا فندم. ازاي الحال؟ تحياتي لحضرتك ووصلة البرنامج والساده المشاهدين. منورنا يا فندم. الله يخليك. شكر. سياده اللواء، عايزين نعرف على اللي هيحصل في اسوان والمنطقه اللوجستيه اللي باذن الله تبقى ساعتها يعني مركز هام جدا للتجاره والشحن في افريقيا. طبعا المنطقه اللوجستيه اللي هتقام ان شاء الله في محافظه اسوان منطقة واعدة، وهذا المشروع بيأتي طبعا في إطار توجيهات فخامة الرئيس لتنفيذ مشروعات تنموية بصعيد مصر تحقق التنمية المستدامة وتدعم الاقتصاد القومي وتجعل مصر هي فعلا البوابة الرئيسية لأفريقيا. المنطقة الاقتصادية زي ما حضرتك ذكرت هي هتقام على مساحة 550 فدان، هتتكون من منطقه قريه بضايع ومصانع سواء كانت قيمه مضافه او تجميع وتعبئه، سوق تجاري كبير، مركز مال واعمال، بالاضافه الى موقف سيارات دولي بيتسع لما يقرب 450 شاحنه و18 حافله، ودي نتيجه الدراسه المشتركه ما بين محافظه اسوان وهيئة تنمية الصعيد. المنطقة منطقة واعدة، منطقة مستقبل واعد لصعيد مصر ولمصر. طب ده كويس جدا. من المتوقع انه يبدأ العمل على انشاء المنطقة امتى يا فندم؟ احنا بدأنا فعلا الدراسات وبالتنسيق مع محافظة اسوان، وكوننا فريق عمل مشترك ما بين محافظة اسوان وهيئة تنمية الصعيد، وجاري التصميمات الابتدائية للمشروع، وإن شاء الله في خلال الأيام القليلة القادمة هيبدأ عرض هذه التصميمات والتصديق بالبدء في تنفيذ المنطقة اللوجستية بمحافظة أسوان. طيب، ويمكن يعني احنا طبعا كلنا خلاص بقينا عارفين انه فخامة الرئيس عنده الجداول الزمنية ما فيهاش هزار، ولما نقول له 3 سنين بيقول سنة. فتوقعات الانتهاء بإذن الله، يا رب يا رب في القريب يبدأ الإنشاء، لكن التوقعات إنها تستغرق مدة قد إيه، مدة زمنية قد إيه يعني لحد ما تدخل الخدمة زي ما بيتقال؟ يعني إحنا طبعا إحنا المنطقة اللوجستية بتنفذ من خلال المراحل طبقا لأسبقيات العمل وطبقا لسرعة تحقيق أهداف التنمية. يعني في خلال العام الحالي ونهاية العام الحالي هنكون انتهينا بنسبة كبيرة جدا من هذه المنطقة لتنفيذ منطقة تنموية كبيرة وجعل مصر مركز اقتصادي وبوابة لقارة أفريقيا. بإذن الله بإذن الله. أنا بشكرك جدا 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 سيادة اللواء، كل الشكر لحضرتك سيادة اللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد.